هلا والله، السلام عليكم. صلوا على النبي. اكسنت موديل 2024، سياره ايجار، خوينا مستاجرها. والله قلت له لازم نسوي عليه محتوى. هلا والله، كيفك؟ منورنا اهل الشرقيه. نور نورك حبيبي. فان شاء الله بطلع في الطائف. شوف، سياره ايجار ستاندر، فيها كاميرا خلفيه. هذه اول نقطه عجبتني، فيها حساسات خلفية عددهم 4، لمبة الضباب، الريوس، إشارات. حلوين حلوين. الإضاءة الأمامية كلها، أوه، الواطي عدسات، والعالي هنا لحال. تخيلوا يكون فيها حساسات أمامية. لا بس سيارة جميلة. طبعا السقف حديد. افتح الباب يا مدير. هذه الخلفية. اوكي، تمام. بلاستيك ما بلاستيك، ما في مسند وسطي، ها، في الفئة هذه. لا والله ما اوه في تكييف خلفي. في تكييف خلفي الاضاءة دي تشتغل. طبعا اضاءة هالوجين بس قوية. منفذين تايب سي، منطقة تخزين، وفتحة تكييف. في جيب هنا، جهة السائق ما في. كلام كبير والله. جهة الراكب الامامي اغلبها بلاستيك، تمام، بس كتصميم جميل. المقاعد تحكم يدوي صح؟ لا والله، اي يدوي. شوفوا تصميم المقاعد، بسم الله. عندك هنا مدخل تايب سي ويو اس بي. هذه حركة جميلة اللي عجبني، حاطين لك. ايوه، انا احب الحركة هذه، انه عندك اكثر من خيار. بس أيوة، شوف الصدمة. ابل كار بلاي لاسلكي، واندرويد اوتو لاسلكي. ولاسلكي اثنين. يا سلام، كلام كبير. فيها بس انا حاسس المكيف بارد. مكيفه بارد، عشان كذا فاتح النوافذ. والله ما شاء الله، والله حط على واحد والمكيف بارد مره. هنجرب ان شاء الله نطلع فيها الطايف باذن الله. طبعا بنزينك على حسابي. لا، هنعبيها فول عشان نقيس الاستهلاك. هنا الاضاءة الصفراء. في باب مو مقفل زين ولا ايش؟ باب كتوقع. تمام، يخش فيه. اوكي، كده قفلنا. المراية الوسطية تعتيم يدوي. طيب بعدين هنا بدون اي شيء، بدون اضاءه، شغل ستاندر. هنا ما في مرايه حتى. طبعا نتكلم عن اقل فئه. كيف جدا بارد، فلازم اقفل. او انت قفلت مره واحده خلاص. يلا نشوف. شوف هنا زي تطريز خياطه لكن بلاستيك، ترى نكشه. هذه الرؤيه الخلفيه في المساء. طبعا حداداتها عاديه، وفي شاشه هنا، شاشه القراءه والى اخره. علام حنعبيها فل ونصفر العدادات، نشوف الوضع كيف. يلا توكلنا على الله. بالنسبة للمحرك الموجود على هذه السيارة، 4 سلندر، 1500 سي سي، يولد 115 حصان تقريبا. هذه المعلومات اللي قدرت أوفرها. هذا تصميم الدركسون زي ما انتم شايفين. تلسكوبي ولا فوق تحت؟ يلا فوق تحت. أوكي، اسحب عليك. أيوه، ما في فوق تحت بس فوق ها تحت. أوكي، لفتحات التكييف ما في فرار، كذا تفتح وكذا تقفل. صلى الله وبارك. اتوقع هنا بتكون في خيارات زي فصل مانع الانزلاق او شيء زي كذا. في فصل مانع الانزلاق عندك من جهتك؟ اي عندي. اوكي، ممكن هنا فيها زرير بعد الكفرات حق تسوي ست. اوكي، اعاده ضبط للكفرات ها. ايوه، الحراره في النص. حنشوف لما نطلع شو اسمه طلعه الهدى او عقبه الهدى، حنشوف اللي هو طريق الكر. طبعا الريموت مع المفتاح مدمج، فتح قفل وفتح الشنطة، وفيها الأوامر الصوتية، حركات، وهنا التحكم بالصوت، والأزارير هنا صراحة فخمة. محمد هلا. بالله اصدمهم، دق البوري. سامعين؟ بوري السونات ولا زيرة؟ ايش فيه يا مدير؟ مواصفات بطلة. بعدين هنا صفحات ومثبت السرعة. مثبت السرعة فيها. الله، يعني كذا حننبسط في الخط. انا اشوف السيارة ما كانها ستاندر الصراحة. والله فيها مواصفات وفي الأخير إيجار يعني. إيه والله. بعدين الدركسون رابر،
مش جلد مع تطريز خياطة، لكن تصميم الدركسيون فخم على فئة السيارة. على فئة السيارة اي والله. النوافذ الأمامية أوتو؟ لا والله. جرب ضغط على تحت. اوكي، كلها كهربائية عادية. عادية. اوكي. أتوقع هنا فئة الفول ممكن بيجي شاحن وايرلس، لكن هنا شوفوا منفذ ولاعة تايب سي و يو اس بي. بعدين هنا منفذ شو اسمه، هنا زر تشغيل الرؤية الخلفية في السرعات المنخفضة. تمام، أسرع شوية، روح سيدة بعدين جبل يمين. هنجرب في السرعات العالية في الخط هل الكاميرا تكون شغالة ولا. حد الآن الكاميرا ما طفت. طبعا الجير سي في تي، أوتوماتيك سي في تي بالشكل هذا. شوفوا هنا عندنا حاملات الأكواب، معليش القروشة هذه. يسار يسار يسار. هنا عندنا حاملات الأكواب، أهم شيء الجلانت يدوي. وأهم شيء في مسند وسطي هنا ويتحرك بعد. اوه حركات كذا. ايوه يا سلام، حركات. وبعدين ناعم القطعة هذه. يا فل الآن ونشوف كم الفل حقها وكم حتاخذ بنزين. الصرفية اللتر مشيها 18.9 بتقييم ممتاز. 2024 بنزين 91. خلاص كذا عبينا فل 22 لتر 49 ريال. اتوقع تانكية 45. طبعا تانكية جهة اليمين، جهة اليسار اقصد، جهة السايد. اعطتني مدى 779، كان فيها بنزين نص تقريبا. ثبت 110. ايوه خلاص كذا ثبتنا 110، لا قاعد استخدم مايك ولا شيء. الار بي ام شوفوا فوق الاثنين، يعني 2200 دورة شيء زي كذا على سرعة 110. على عزل الأرضي جيد، الطريق جدا ناعم هنا لأن الطريق جديد. بالنسبة لصوت الهواء ركزوا معايا. نعومة السيارة نعومة متوسطة على فئاتها، يعني مو هي ناعمة مرة ناعمة، لا بس على فئاتها تعتبر نعومة مقبولة، ما في أي إشكالية. والتكييف شوفها، أنا مقفل هنا مقفل هنا مقفل هنا شوية، فالتكييف جدا ممتاز أشوفه حتى الآن، لكن حنجرب ونشوف في النهار برضو. أنت كم يوم لك السيارة معك؟ والله يومين. طبعا الآن دخلنا الصيف خلاص، فكيف كان التكييف معك؟ والله حتى التكييف في النهار بارد طبعا، يعني ما تزود عن واحد. لا والله حتى في النهار. لا والله ما زود، احيانا اطفيه بالنهار. ما شاء الله ما شاء الله، هذا اللي لاحظ صراحه تكييف جدا ممتاز ما شاء الله. وراحه المقاعد برضو على نهايه الرحله بقول لكم، حاليا عادي على فئه السياره اشوف الوضع عادي. على سرعه 130 الار بي ام تحت 3000 صح؟ ولا عند ال 3000 بالضبط؟ قريب منه يعني تحت ملي. ايوه يعني 2900 قريب 3000 دوره. طبعا جيرها سي في تي. بالنسبة لصوت المحرك الآن قريب 3000 دورة، أحس الصوت عادي، يعني ما هو مزعج مرة أو عالي، لا الوضع طبيعي. طبعا حتى لو غير سي في تي دائما في تغييرات وهمية. شوف السيارة فيها 8 تغييرات بس عشان أتوقع فيه هواء. شوفوا أول ما رجع شوفوا ترتفع ل 3000 دورة بما يعادل الجير السابع، تعشيقات وهمية. وبالنسبة لبلد الصنع، السيارة هذه تصنع في الهند. وأيضا من المواصفات المهمة بالنسبة لي ميزة الأوتو في الإضاءات، فالميزة هذه موجودة في السيارة هذه. فيها حركة جميلة عجبتني، شايفين هنا فتحة تكييف، فتقدر تحط مشروبات إلى آخره، فحركة جدا جميلة صراحة. نشوف ردة فعل السيارة في الطلعة. حلو، السيارة ترفع ار بي ام الين توصل للسرعة المطلوبة. حتى في الطلعة الار بي ام يعني الان زود شوية فوق الثلاثة. الان في نزلة قدام. يا اخي ما في سرعة رقمية؟ لا. طيب كيف تعرف الان السرعة 130 ولا كم؟ انت بس عارف انك ثبت 130. عارف اني ثبت. لكن لو زادت السرعة ما حتبين معك. ايوه. بالنسبة للشاشة هذه الآن لما تكون الصفحة بالطريقة هذه تقدر تزود الصوت تخفض الصوت عن طريق الشاشة أو عن طريق الدركسون. تمام، لكن في حال كنت أنت داخل كار بلاي فما في شيء تقدر تتحكم يعني للصوت أو شيء زي كذا. يعني شوفوا
خلفية الشاشة هذه حلوة. طبعا اخذنا خوينا محمد منور. محمد كلهم محمد ما شاء الله، محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي على طاري اسم محمد. المهم تقول محمد كيف الوسع في الخلف؟ والله ما شاء الله توني راكب كريلا طلعت بنفس وسع الكريلا ما شاء الله سبحان الله. شوفوا انا دقيقة انا ماخذ راحتي، شوفوا قديش تارك مساحة جدا كبيرة هنا، ماخذ راحتي والرجال مرتاح سبحان الله. محمد انت قلت لي شغلة، تشوف العزل الارضي في هذه السيارة كويس؟ ممتازة بالنسبة لسيارة صغيرة. طيب سؤال، انت ايش معك؟ معي ريو. قريبين من الفئة فبالتالي انت تشوف العزل هنا كويس احسن مع الحفر وكذا. طيب جميل. طيب الحمد لله على السلامة، وصلنا مكة الآن. من يوم ما عبيناها فل من عند بيتي في النسيم في جدة حد الآن مشيت فيها 93.4، المدى المتبقي 650، أجمع 650 زايد 93 743 كيلومتر. أول ما عبيناها فل السيارة عطتنا كم؟ 779 كيلو، 779 35 كيلو نقص. تمام، هذه الحسبة الأولى. الحسبة الثانية لما نوصل الطائف أكيد الصرفية حتكون أعلى. ليش؟ السبب بسيط جدا، هناك طلعات وعقبات وإلى آخره. طيب بسم الله، الآن بنطلع طريق الكر أو عقبة الكر، عقبة الهدى، في مسميات كثيرة للطريق هذا. المهم ثبتنا السرعة 100 على سرعة الطريق. استجابة السيارة طبعا مثبتين السرعة، شوفوا الجير الخامس، تدينا على الجير الخامس. حلو، حدنا العزم كيف؟ كويس؟ كويس. اوكي، معقول على فئة السيارة ونشوف قدام. طبعا الحرارة الطبيعية في النص صح؟ الحرارة في النص الطبيعية. اوكي، اول ما نوصل ان شاء الله الهدى نشوف الحرارة كم، هل ارتفعت الحرارة ولا نحاول نضغط على السيارة عشان نشوف قدرات السيارة. الشيء الآخر المكيف شغال على 1. والله مبدئيا أشوف الأداء كويس، يعني على 115 حصان غير سي في تي، إلا أن الأداء حد الآن جيد. والشيء الآخر كمان ثبات السيارة أشوفه كمان تمام، يعني ما حسيت السيارة كذا تتزحلق ولا تحاول. ها طبعا ماشيين بسرعة معقولة، لكن بشكل عام كأداء على المنعطفات أشوفه حتى الآن تمام. حتى تعشيقات، يعني لما السيارة تحاول تثقل النمر وكذا تحس السيارة تأخذ عزم. حتى الآن السيارة ما ضعفت، لكن في طلعة مرة قوية بعد شوية هناك الاكتشاف الحقيقي، هل السيارة بتأخذ عزم ولا حتصير مخصية؟ لكن حتى الآن تستجيب، والله لما تدبل الدعسة تستجيب. ايش منتظر انت؟ شوف السيارة جالسة تستجيب، طبعا هنا طلع مرة قوية. ايوه حلوين حلوين، والله الأداء جيد حتى الآن صراحة. للعلم المكيف شغال، طبعا هنا اختبار الأداء والثبات الآن في المنعطفات. على مهلك، والله صراحة حتى في المنعطفات السيارة تحاول تسوي كنترول. ما توقعت الأداء هذا منك أنت. دقيقة محمد، إيش انطباعك بعد القيادة؟ صراحة بعد القيادة والمنعطفات وسرعة وذا، لا والله رأس السيارة على على فئتها على فئتها. أيوة أنا مصدوم، أنا كمان صراحة يعني مصدوم. يعني سمعت صوت أنا أتذكر سكت الأكسنت قبل ممكن 6-7 سنوات. أيوة تمام.
لكن كسفر وتجربة عميقة زي كده أول مرة. فلا صراحة بدعوا صراحة. بدعوا مرة. أنا صراحة مصدوم يعني بين الفرق بين. شوف اسمع اسمع اسمع. والجيل اللي قبل. الآن حيجي يقول حين نطبل على إيجار. نطبل على إيجار. على إيجار صراحة. بس حبينا نفيدكم يعني إيش ودائما ترى كل المحتوى اللي بنصوره بشكل عام. الفكرة تجارب. نبغى نقول لكم التجربة. ان شاء الله انه نسوي شيء مختلف باذن الله. هذه الفكره لا اكثر ولا اقل. صراحه احنا ثلاثة اشخاص كلنا منصدمين ما شاء الله. محمد انت كم وزنك؟ والله يا رجال وزني فوق المية. ما شاء الله تبارك الله. المهم بنصرح كيف بالضبط. المهم يعني وانا متوسط محمد نحيف. المهم كلنا منصدمين من عزم السياره. السياره 115 حصان فقط لا اكثر لا اكثر من الاخر. ومن كيف شغال وغير سي في تي. سيارة أبهرتنا بأدائها. وبالنسبة لحرارة المحرك زي ما هو في النص. لا ارتفعت الحرارة ولا شيء. فصراحة تجربة جميلة. أدائها جميل صراحة في المنعطفات في الطلعات مع نقص الأكسجين. فالحمد لله السلام والله. ما شاء الله حتى في المرتفعات القوية لما تدبل الدعسة السيارة تستجيب تعطيك عزم. هذا شيء جميل. طبعا فاتحين النوافذ لأن الجو مرة مجنون. ما شاء الله السيارة ماخذ عزم والله ما توقف. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل صراحة. حتى الآن كل الطلعات اللي طلعنا فيها السيارة شادة حيلها صراحة. شوف الآن في طلعة أقوى. شوف الطلعة كيف. والله صراحة جميل. والله السيارة شادة حيلها. ما تحس كده تصير ضعيفة أبدا. ما تستسلم. شيء جميل صراحة. شيء جميل. فين يمين. الشيء الحلو السيارة اللي فيها نظام التبترونيك حتى لو انه الجير سي في تي في النزلات تساعدك حيث انه السيارة تثقل التعشيقة فما تفلت منك. وهذا الشيء مهم جدا عشان ما تسخن الهوبات والفرامل ومن الاشياء هذه. فالافضل في النزول تثقل التعشيقة وتستخدم فرامل على خفيف. لا تستخدم الفرامل بشكل مستمر عشان سخنت الهوبات الفرامل ما راح تستجيب معك بشكل قوي. والشيء الثاني الكاميرا الخلفية تكون شغالة حتى لو السرعة مرتفعة. شوف الآن الكاميرا الخلفية شغالة على طول. يا هلا والله. طيب الحمد لله على السلامة. تونا نازلين من الهدى. الآن الممشى الإجمالي 201. سجل عندك 201 زائد 464 665 كيلو. ولما عبينا فل السيارة عطتنا المدى 779. لكن زي ما قلت لكم حسب الاستخدام حسب ظروف القيادة ظروف الطريق. فقبل شوي احنا استخدمنا السيارة استخدام شاق عشان نشوف اداء السيارة من الكلام. الان بعد ما جربنا كل شيء درجة الحرارة الان هنا طريق الطائف مكة 33 والشمس ما شاء الله جالسة تشرق هي وعيالها. فكلنا مقفلين الفتحات لأن مكيف السيارة هذه ما شاء الله المكيف جدا بارد جدا جدا بارد. طيب ثبتنا 130 تقريبا كذا خلصنا كل التجارب. بعد ممشى 200 كيلو من يوم ما عبينا بنزين انا اشوف راحة المقاعد مقبولة على فئة السيارة. ما حسيت بألم بتعب يعني رغم اني مواصل وتعبان. فالمقاعد ما واجهت فيها مشكلة على فئة السيارة. عادة على فئة السيارة هذه والله المقاعد تكسر الظهر لكن ما واجهت اي اشكالية. ومحمد ما شاء الله وزنه تقريبا 100. فايش رايك انت بالمقاعد او المقعد اللي عندك؟ زي ما قلت لك على فئاتها ما واجهت اشكاليه. اي ما واجهت اشكاليه. طيب محمد اللي ورانا ما واجهت اشكاليه؟ وسع وفي الراحه
والله انا ماخذ راحتي. شوفوا شوفوا قديش المسافة. الشيء الاخر شوفوا طول الباب، شوفوا طول الباب، يعني فعليا السيارة صارت اطول من الجيل السابق.